سمعت قبل كده عن سوق إيما كيسل في الهند؟ السوق ده ليه حكاية غريبة وعجيبة، لأنه بيعتبر من أكبر الأسواق النسائية في العالم، وبيتميز بوجود صفوف من البائعات على طول السوق، وحواليهم منتجات متنوعة زي الفاكهة والأسماك والأقمشة. السوق ده زي ما وصفته وسائل إعلام عالمية، منها موقع CNN عربية، بيضم أكتر من 5000 كشك بتتوزع على مباني متعددة الطوابق وعدد كبير من الأكواخ، وطبعا من أبرز معالمه وجود سيدة عند كل كشك. وبيعتبر سوق إيما كيسل الواقع في إمفال، وهي عاصمة ولاية مانيبور شمال شرق الهند، أكبر سوق للنساء في العالم، ويعني اسمه سوق الأم باللغة الميتية المحلية. طبعا حكاية إن سوق للنساء فقط ممكن يخلي البعض يفكر إن الرجالة ما بتظهرش في المكان نهائيا، لا، الحقيقة إن الرجالة مسموح لهم بالدخول، لكن لشراء بعض البضائع فقط، أو حملها، أو حراسة المكان، أو تقديم أكواب من الشاي بالحليب للنساء، يعني على سبيل الخدمة ليهم. سوق إيما كيسل ليه تاريخ طويل بيرجع لمئات السنين، وتحديدا في عهد مملكة كانجليباك في القرن الستاشر، يعني عمر السوق بيوصل لحوالي 500 سنة، وتم إنشاؤه كسوق خارجية مؤقتة لتبادل المحاصيل ولتعزيز جهود البلاد في الحرب وقتها ضد بورما والصين، وكان بيتم تدريب جميع الذكور من وهم صغيرين لحماية المملكة. وفي ظل الحالة دي كانت إدارة المدينة متروكة للنساء. وكان في مجموعة من النساء الجريئات زي ما كان بيتم وصفهم، قدروا ان هم يلعبوا دور كبير في إدارة السوق. ومش بس كده، كمان كان ليهم دور مهم في مجال النشاط الاجتماعي والسياسي، ومن يومها ولغاية دلوقتي فضل السوق ليه مكانته رغم الظروف المتغيرة اللي مرت بيه.